سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا الحلقة ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم خاص بطريقة الاحتفاظ بالملوخية؟ سبق لي عملت لكم قبل فيديو سابق طريقة تحضيرها، وفي هذا الفيديو غنعمل لكم طريقة الاحتفاظ بها في المجمد بالنسبة للملوخية اليابسة. بما انه الملوخية يعني شي حاجة اللي مهمة بزاف وماشي كل البلدان كياكلوها، لهذا غنعطيكم باختصار يعني بالنسبة للناس اللي ما عارفينش فوائد الملوخية، ومن بعد نكملوا باقي الخطوات. تحتوي الملوخية على العديد من الفيتامينات، ومن ضمنها فيتامين أ اللي كيعمل على الحفاظ على القرنية العين، كيساعد في تهدئة الأعصاب وكيمنح الجسم الراحة والاسترخاء، وكيساعد اضطرابات الجهاز الهضمي وكيعمل على علاج القولون. كذلك تحتوي على فيتامين بي اللي كيعمل على خفض من ضغط الدم، وكيعالج الاكتئاب والتخلص من القلق والتوتر، وكيقلل من الاضطرابات العصبية، وكيعمل على علاج العقم بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المعادن الغذائية، مفيد في زيادة من الإفراز لهرمونات الخصوبة للمرأة. كذلك يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة اللي كتعمل على وقاية من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كذلك كيحافظ على نمو الشعر وتقويته واللثة كذلك وبناء كريات الدم الحمراء، وكذلك كيساعد على الشفاء بسرعة من الجروح والقروح. كذلك تعالج الملوخية الأنيميا بسبب الحديد الموجود فيها لنسبة عالية جدا، كيعمل على الحفاظ على الخلايا الجسم من التلف والتآكل، وكيعالج القلب وأشياء كثيرة. وما ننساوش كذلك فيتامين جي الجيم اللي كيساعد على وقف النزيف وتكسيرات كريات الدم الحمراء. هذا باختصار يعني، أما فوائده اللي هي كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذا كنصح البنات وأي واحد فيكم يحاول يأكل الملوخية بطريقة اللي هو كيبغي، المهم يدخلها في الأكل ديالو لأنها صحية بزاف. أول حاجة نبداو فيها هي الملوخية. راه سبق لي شاركت معكم في مشترياتي، كنشريها أنا جاهزة. العلبة ديال فيها نص كيلو 500 غرام، كتكون يابسة مع هكا، كيجيبوها من ميسر، معروفة ميسر بهاد الملوخية. كنحاول نقي بشويه بشويه، كنحيد كل الشوائب اللي فيها، ضروري كيكون فيها هاد الوريقات اليابسين الميتين العواد، بعض المرات كتلقاي شويه الحصى او الحجر، يعني المهم تحاولوا تنقيوها تماما كل شويه بشويه. تاخذوا شي حاجه اللي كبيره بحال هكا، شي صينيه كبيره، وبداو تنقوا بشويه وتحطوا في البانيو، نقيو وتحطوا في شي بانيو اللي يكون غميق اللي غنحتاجوه من بعد. غتشوفوا كي علاش غادي نحتاجوه بحال ما هاد الشكل هذا، يعني ساهل ما كياخدش وقت طويل. غتحاولوا تنقيوها بشويه بشويه، خطوات اللي ساهلين ان شاء الله، وغادي تشوفوا النتيجه ديالها. ثاني دائما ملي كنشري الباكيين، انا الباكيه كبيرة عليا بالنسبه كميه العائله. بالنسبه للملوخيه، لهاد الباكيه كنستعملها 3 مرات، كنحتفظ فيها في المجمد، ومن كنبغي نطبخها المره الثانيه كتجيني سهله، لان نص الشغل ديالها كيكون حيدته عليا مي كنبغي نديرها كيجيني سهله. من بعد ما نقيت الملوخيه كامله، عطاتني هاد جوج البانيوات كيف كتشوفوا، او الجاطات كيف كتشوفوا، هاد الفتات وهادشي غادي نتخلص منه، ما نديروش. هادشي هو اللي تخلصت منه كيف كتشوفوا، الاعواد وهادشي اليابس غادي نتخلص منه. والان ما عليا الا نبداو نكملوا باقي الخطوات. نتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم البنات، نتمنى وتجربوها كذلك الملوخيه بالنسبه للناس اللي ما مجربينهاش. كناخذوا الماء مغلى جيدا في هذه المرحله الاولى. المرحله الاولى هي اللي كننقيو فيها الملوخيه. المرحله الثانيه كنوضعوا فيها الماء مغلى في فوق الملوخيه، نحاول نبقى نعمر ونغلي الماء جيدا ونحط في البانيو حتى يغطي الماء الملوخية بالكامل. كيف غتشوفوا هي خفيفة بسرعة بتطلع، غنحاول ننزلها بعود خشبي كيف غادي تشوفوا ان شاء الله في الفيديو، وغادي تنزل بسرعة مع الماء دغيا كتنزل وكتولي الكمية ديالها قليلة. في الاول كيف كتشوفوا عطاتني جوج بانيوات، ولكن في الاخير غتعطيني فقط بانيو واحد كيف غادي ان شاء الله غادي تشوفوا. بصراحة هاد الملوخية كتعجبني بزاف، انا كنحاول ندخلها في الاكل ديالي دائما على الاقل واحد يعملها جوج مرات في الشهر، يعني علاش لا، خصوصا راه ساهلة ولذيذة بصراحة. نتمنى تطبقوا هاد الخطوات بالنسبة للناس الجداد اللي ما كيعرفوش ليها. عمرت ثاني هذا الماء
عملته غليته حتى وصل فوق البانيو كيف كتشوفوا، عمرته جيدا، غادي تلاحظوا انه الماء صار اسود اسود. هاد المرحله منها كتغسلوا وكتعقموا، ومنها كنرطبوا الملوخيه وكنتخلصوا منها كل السواد، وواحد الماده تكون لزجه شويه غادي نتخلصوا منها. كيف كتشوفوا الماء بحال ماء القطران اسود اسود اسود. كنديروا جوج مرحلات، جوج المرحله الاولى هي هذه اللي غنديروا، المرحله الثانيه غنديروها من بعد. كناخذ من كنخليهم شي ساعتين ثلاثه اربعه، المهم حتى يبرد لكم الماء تماما او اللي دافي. من بعد غادي تحاولوا تعصروهم بحال ما كديروا معصارات شويه بشويه بحال ما هذا الشكل هذا. يمكنكم تعملوا الطريقه، يمكنكم تصفيه كله في صفايه ومن بعد تعصروهم، يعني كل واحد على حساب اشنو متعود. انا كندير هذه الطريقه كتجيني سهله. كنحاول ندير نعمر ايديا ونبقى نعصر كيف كتشوفوا، نحط في المصفايه كيف كتشوفوا في الفيديو. هذه بالنسبه للمرحله الاولى، ما كيف كتشوفوا هذا الماء ضروري تخلصوا منه لانه كيكون مر مر مر، ما يمكنش تحطوا الملوخيه مباشره وتطبخوها. هاد الماده خاصها تحيد، هاد اول حاجه كتعقم لانه كنعرفوا ان الملوخيه كتنشر في السطح او كتنشر في الهواء الطلق حتى تشمس جيدا، يعني مليئه بالغبار وملوته الله اعلم شنو فيها. المهم الماء المغلي كيحيد كل شيء وكيقتل كل شيء. هذا هو الماء اللي تخلصت منه. نفس الطريقه نعمل الكميه الملوخيه الثانيه اللي عندي ونرجعوا ثاني. في الاثناء غنكون عامله الماء دافي في المرحله الثانيه، ما غاديش نعملو الماء سخن بزاف، يعني غادي يكون بين وبين ما يكونش مغلى. من بعد ما كملت الكميات بجوج وعصرته، هنا ما صورتش لكم انني لانه نفس الطريقه كناخذ الماء وكنعمر البانيو كيف كتشوفوا. في الاول عطاني جوج بانيوات، المره الثانيه عطاني غير بانيو لانه كتجمع مع الماء كتولي الحجم ديالها كيولي صغير. كيف كتلاحظوا الماء ما بقاش اسود كيف كان، هذه المرحله الثانيه. كذلك غادي الماء يكون فاتر، يعني يكون ما بين سخون ومغلي، يعني ما يكونش مهم ما يكونش مغلي بزاف. نعصروه كذلك كيف كتشوفوا، هذه هي المرحله الثانيه والاخيره بالنسبه للملوخيه، طريقه تنظيفها وغسلها. والماء الاولاني المغلي ضروري تخلوه مده طويله منا كترطب. كذلك الملوخيه في الاستواء كتجيكم سهله. هنايا جهزت الدجاج سلقته، هذاك اللي كتشوفوه المرق ديالو راه سبق لي عملتكم في القناه. كنسلق الدجاج مع قليل من بصله او بصلتين وشي حبتين من القرنفل، حبتين من الهيل باش يحيد الزفر ديال الدجاج. هادو هي الملوخيه، كنحطهم في الاكياس كنخرج منهم الهواء جيدا حتى يبردوا، ومن بعد غنحطهم في المجمد. قسمت الملوخيه على ثلاث اجزاء. الجزء الاول هذا هو اللي غنعمله معكم دابا باختصار اختصار، لانني سبق معكم عملته معكم فيديو، فقط للناس اللي ما شايفينوش غنعمل لكم بخلاصه. في طنجره كنقوم بوضع الزبده والسمنه، كنحاول نقلي جيدا جيدا، يعني كل ما قليته الملوخيه جيدا كل ما كتكون نتيجه الملوخيه رائعه وكتكون النكهه ديالتها غزاله. يعني ضروري تقليوها بحال الارز تماما، كميه من الزبده تكون وفيره. نقليوها جيدا حتى تنشف مزيان كيف كتشوفوها مع التحريك المستمر. من بعد غنقوم باضافه الماء، الماء ديال الدجاج اللي سبق لي وريته لكم. اذا كانت كميه الماء قليله زيدوا كميه ماء، يعني يكون مغلى ماء عادي لان الملوخيه غتبقى تغلي ضروري غينقص منها كميه الماء. كيف كتشوفوا غنخليوها تقريبا نص ساعه تتغلي مزيان 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 وتقرب الاستواء ديالها، هي خصها تكون طايبه مزيان بحال هكدا. من بعد نص ساعه هادو قطع الدجاج اللي سلقوا في الماء اللي وريت لكم قطعتهم، حيت لهم العظام جيدا جيدا كل شيء، خليت فقط اللحم. قمت بوضعه فوق من الملوخيه اللي استوت تقريبا نص ساعه، وضعت الدجاج في هذا الاثناء نخليهم يغليو. غنقوم بوضع كميه من الزيت النباتي بطبيعه الحال وكميه وفيره من الزيت، ضروري تكون كميه وفيره، يعني غتعدلو على حساب كميه الملوخيه، يعني كل ما كثرتو كتكون طعم جديد. وكنضع القزبره، القزبر فقط ماشي البقدونس، البقدونس كيغير الطعم ديالها البقدونس. ونقلي جيدا جيدا تطلع ريحه القزبره والثوم
كتبقى فيها واحد الريحه فزاعله، هذه الخلطه هي اللي كتخلي الملوخيه الطعم ديالها زوين. بالنسبه للبهارات نوضع فقط الملح الحامض والحار الاحمر او الهريسه الحار الحمراء او الحامض، يكون عندكم فريش يعني الطبيعي، انا ما عنديش الحامض الطبيعي، غنقوم بوضع فقط حامض الليم او حامض الليمون حتى هو كيفي بالغرض. كنوضع ملعقه صغيره مملوءه. هاد الملوخيه ضروري تكون حامضه شويه، يعني تقلوا او تكثروا بطبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. المهم وضعت الكميه في الحر وكل شيء وخليتهم يغليو تقريبا ربع ساعه وحتى نص ساعه. المهم المرق يكون خاتر، ما يكونش ميه بزاف. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، كتجي لذيذه، كنقدموها مع الارز المفلفل، كتجي يا سلام طعم ولا اروع. نتمنى تكونوا تعرفتوا على الملوخيه والفوائد ديالها بالنسبه للناس اللي ما كيستعملوهاش. طبيعه الحال هذا الفيديو اهداء فقط للناس اللي ما كيعرفوش ليها واللي ماشي اكله ديالتهم. نتمنى تكون نالت اعجابكم وعرفتوا القيمه ديالها. الملوخيه ماشي الملوخيه اللي عندنا في المغرب اللي كنقولوا لها الباميه، الملوخيه هي الملوخيه، والباميه راه في المغرب كنقول الباميه هي الملوخيه، يعني الملوخيه هذه الاسم ديالها الاصلي. نتمنى تكون نالت اعجابكم واستفدتوا من هذا الفيديو وتعرفوا قيمة الملوخية، انه صحية، اي حاجة خضراء راه كتكون صحية. نتمنىكم البنات تجربوها وتكتبوا لي في التعليق الا جربتوها بهالطريقة، خصوصا اهل مصر كيعملوها بطريقة مغايرة كذلك تكون لذيذة، علاش لا ما يجربوش حتى هذه ويجربوها، اكيد غادي تعجبهم، لذيذة بصراحة مغذية. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، لا عجبكم تنساوش تشاركوا مع اصدقاء احباب باش تكون فائدة. وبلا ما نطول لكم نقول لكم سلامة، فيديو قريب بحول الله.